طابت هذه الأنفاس وطاب هذا الصوت البديع وطابت هذه الروح النقية التي تنثر الإحساس العميق بالخشوع وهي تتلو جمال هذه الأبيات. شكرا لك، ولا حرمت الأجر ولا حرمنا هذا الجمال، نشكرك جزيل الشكر. الإخوة الأحبة، التاريخ الممتد لسماحة الراحل العلامة الشيخ عبد الأمير الجمري طاب ثراه، ولنقل من بين العام 1973 إلى العام 2006، هذا التاريخ الحافل بالتضحيات وبالجهاد على جميع المستويات والأصعدة، من الصعب جدا أن نحيط بشيء قليل من القليل منه في هذه الدقائق المعدودة التالية، ولكن بقدر ما يدفعنا هذا الوفاء له وبقدر ما يأخذنا الشوق إليه، نحاول بقدر الإمكان أن نستعرض بعض الجوانب النيرة من شخصيته ومن سيرته المباركة. وكما هو معلوم سيكون معنا في ثاني محطات هذه الوقفة، سيكون معنا سعادة الدكتور منصور الجمري وسماحة الشيخ بشار العالي، طبعا ندعوهم بكل الحب والاعتزاز إلى منصة العهد والوفاء والعرفان لسماحة الراحل الوالد، مصحوبون بالصلاة على محمد وآل محمد. نرحب بالأحبة سعادة الدكتور منصور الجمري وسماحة الشيخ بشار العالي، ومن أجل أن نلفت عنايتكم كان من المفترض أن يكون معنا سماحة الشيخ جاسم الخياط، ولكن بحكم حالته الصحية اعتذر ونحن تقبلنا اعتذاره، وندعو له بكل الحب أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل. طبعا ذكرنا بأن سماحة الشيخ الجمري بكل هذا التاريخ الطويل من الجهاد والنضال لا يمكن لنا أن نحتوي كل ذلك التاريخ، ولكن نحاول بقدر الإمكان أن نطرح بعض المحاور والأسئلة على ضيوف الكرام، ونحاول أن نبحر ولو بشيء قليل في حياته وسيرته الطويلة الممتدة المليئة بالجد والاجتهاد والنضال. طبعا نبدأ معك سماحة الدكتور منصور الجمري. إذا قرأنا في تاريخ البحرين خصوصاً التاريخ السياسي سنجد بأن كل التحولات وكل الانعطافات الخطيرة، خصوصاً سنجد بأن لسماحة الشيخ الجمري موقف وحضور لافت وقوي، ودائماً يكون هو صاحب المبادرات الأول في كل تلك المراحل وفي كل تلك الانعطافات. ولعل التحول الديمقراطي الذي حصل في البحرين في تحديدا في العام 1963 والذي شارك فيه سماحة الشيخ الراحل بدخوله للمجلس الوطني آنذاك، هو موقف من المواقف التي كان للشيخ الجمري له حضور لافت فيها. طبعا نشاهد في هذه الصورة سماحة الشيخ الوالد رحمة الله عليه مع أحد العلماء، ومعه أيضا سماحة الشيخ عيسى قاسم حفظه الله ورعاه. دكتور منصور، نحتاج أن نتحدث عن مستوى حضور سماحة الوالد الشيخ عبد الأمير الجمري في فترة انعقاد المجلس وأثناء انعقاد المجلس وبعد حل المجلس الوطني، إذا تفضلت بكل الحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقد مضى منذ رحيل الوالد، وأعتقد أنه ما خلفه من هذا الحب والاحترام من الجميع يعود إلى إيمانه بضرورة وأهمية وقدسية خدمته لمجتمعه، فهو بالفعل كان يرى أن سبب وجوده أن لديه حالة تواصلية مستمرة مع الناس وأنه يبقى في خدمتهم. هذه الميزة هي ربما لا كانت له دائما كما لغيره، ولكن قبل مجيئه إلى البحرين كانت الفترة صعبة جدا في العراق،
وهو لم يكن ولم يرد أن يخرج من العراق، ولكن الحمد لله أن الأهل في البحرين والناس في انتخابات المجلس الوطني طلبوه إلى الخروج من العراق، لأن الشيء الذي لم نكن نعلمه أنه كان مطلوب إلى العراق، وخروجه من العراق كان بسبب أن اسمه في الجواز عبد الله منصور محمد، واسمه طبعا هو غير الاسم عبد الله منصور محمد لسهولة السفر بدون أي شيء آخر، بينما هو عبد الأمير منصور الجمري، فكان مطلوبا للحكومة العراقية لنظام حزب البعث، وكان للتو قد بدأ في إحكام قبضته، كان مطلوبا بذلك الاسم، ولم يكن هناك تدفق المعلومات الموجود حاليا بحيث يمكنهم أن يرصدوا هذا. السبب في أنه كان مطلوب لأن عندما توفي الإمام محسن الحكيم كان الوالد قد ألقى كلمة طلب البحارنة في الحوزة في ذلك في حفل في وفاته، لأن وفاة السيد محسن الحكيم الناس خرجوا في من كل مكان، وكان كانت النجف يعني قد خرجت عن أم أبيها عن بكرة أبيها، وجاءوا الناس من كل مكان للاحتفاء أو للبكاء والعزاء، والناس خرجوا في الشارع. كان ابن السيد محسن الحكيم قد أصبح مطلوبا، وتلك كانت شيء جديد في على العراق أن ابن المرجع يكون مطلوب، وله سيد مهدي، وكانوا يتهمون بالعمالة إلى تركيا لأنه كان الإيد اليمين لولده. فأتذكر كنا ويا أخوي محمد جميل والجماعة إحنا نمشي في النجف والناس كانوا يهتفون في العراق سيد مهدي مو جاسوس، هذه إشاعة كاذبة على أساس ردا على الحكومة. كانت أول مظاهرات كبيرة جدا في النجف ضد الحكومة العراقية اللي اعتدت على السيد محسن الحكيم وأدته كثير، قطعت عنه الكهرباء وقالوا إن في أشغال وقطعوا عنه الماء وأذوه كثير قبل وفاته. فكان الوالد قد ألقى الكلمة كلمة طلبة البحارنة في النجف الأشرف في ذلك أمام كل هؤلاء الناس، وإحنا ما كنا نعرف. هذا طبعا كان 1970، فتصور أنت عندك أيضا 3 سنوات أخرى أو 2.5 سنين بعد ذلك عندما خرج من البحرين. والحمد لله أنه هو، لأن أنا أذكر كان أحد علماء الدين البحارنة الله يرحمه توفى الحين، كان في المجلس وكان يوصف شنو يسووا فيه لما أخذوه في العراق، وأنا كنت حاضر أصب لهم الشاي وأسمع، وبعض الأشياء كان يعني مزعجة جدا يعني، خصوصا يعني نظام دموي قائم على نهج. بس هو هذا يبين لك أيضا ميزته أنه في الأخير أن يلقي كلمة باسم الطلبة البحارنة في هذا الحفل التأبيني، يتقدم الصف يخطب، وطبعا كان في كلمته هجوم شديد، كل الناس اللي خطبوا وتكلموا وتحدثوا كانوا يهاجمون إساءة المعاملة إلى السيد محسن الحكيم، إلى مكانته، إلى كل هالأشياء اللي كنا احنا ذيك الأيام بالنسبة إلى الوضع غير معهودة أن تمس المرجعية بالطريقة التي مست. وأيضا كان الوالد يعني يتقدم الصف ويتكلم، فيبين لك عن صفة من صفاته وهي أن يتقدم إلى الأمام دائما، عنده الحاجة أن يتقدم أن يلبي النداء، أن إذا كان هناك نداء يلبيه، يعني لا يتراجع ولا يتردد في إذا اعتقد بأن أن هناك حاجة لوجوده ولإقدامه بأن يفعل شيء. وبالتالي خروجه من العراق كان شيء حسن، وأيضا مجيئه لانتخابات المجلس الوطني. وكانت الحملة أتذكر أنه أيضا من ضمن الأشياء كان هو والشيخ عيسى الوحيدين في تلك الفترة الذين لم يطبعوا صورا انتخبوا فلانا، يعني كانت هاي الشيء يميز هذين المرشحين أنهم ما صوروا ما انتخبوا، لأن الناس كلها تعرفهم، وبالتالي معرفة الناس إليهم هذه هي العملة الصعبة، أن الناس تثق في فلان، تقول إن هذا فلان يعني أثق أنه هذا دائما بدافع عني، أثق أنه حاط مصلحتي أمام عيونه.
هذه الناس تثق فيك، تظن فيك خير، هي أكبر شيء ثقل على ظهر الوالد. يعني الوالد إنما أن الناس تحسن الظن فيه، وبالتالي هذا ثقل المسؤولية يزداد عليه. فهذه الصفة كانت الوالد لما جاء واشترك ودخل المجلس الوطني. أيضا كان من ضمن الأشياء كان يزورون المناطق، وتذكر أنه يعني هي الخصلة اللي عند الوالد التواصلية مع الجميع. هو كان يعني إذا قلنا الخدمة وتلبية النداء عنده هاي الجرأة في التواصل. وأتمنى أنا حقيقة من ضمن الأشياء أنا أستحي لأن ساعة ما أصل أنا مو تواصل، يعني أحاول أكون بس ما أقدر أصير مثل الوالد. يعني مثلا من الحالة التواصلية عنده أوائل زيارة يروح لها نادي البديع. هي البديع، لأن البديع كانت تابعة إلى الدائرة اللي هو بيرشح. هو والشيخ عيسى والجماعة راحوا، وكان يسوق السيارة أحد الإخوان صار والعمه، وأنا كنت وياهم، ودخلوا إلى النادي واستقبلوهم. وقبل لا يروح كان هو ملتقي وياهم، شنو مطالبكم وشو. بس حالة التواصل لما راح في النادي والناس شلون تتكلم وياهم شلون يروح، وهو يتجرأ وروح يتكلم وياهم، كانت يعني مشهودة إلى أنه يتواصل. هاي الحالة التواصلية دائما أذكرها عنا أيضا، أن معرفة للناس لا ينسى الأسماء، وهذا عكسي أنا بالتمام. يعني أتذكر عندما أريد جميل أخوي بيتزوج، قعد ومسك ورقة وقلم. هذيك الأيام ما في يعني إنترنت ولا في أشياء، وكتب أسماء صفحة ورا صفحة الناس اللي لازم ندعوهم إلى جميل. قعد جو القلم على الطاولة مات، وكتب كتب كتب كتب، ما خلى افتر على كل مناطق البحرين، ادعوا هذيلين شخص شخص. والأول شلون تكتب؟ تكتب في الظرف، إحنا نكتب على الظرف، تكتب فلان والمنطقة مالت فلان، سماهيج فلان، يعني الدير فلان كرزكان. قاعد كتب ما يعني أو ورقة ورا ورقة ورقة، ملا يمكن 10 أوراق من الأسماء على قلبه. هذين لازم تدعونهم إلى حفلة الزواج. عند هاي الذاكرة إن التواصلية شيء عجيب، وثاني التواصل مع الكل عنده. يعني أن يتواصل ليس فقط مع، يتواصل مع الناس اللي هم يعني منتوقع أنك تم يمكن مو قريبين منك، لا في اللغة ولا يعني أو في أشياء أخرى ولا في المنهج. مع ذلك يعني شوفي قد كان هو كان الوحيد أو يمكن الوحيد بس من العمائم، يعني الشيخ عيسى والشيخ عباس والشيخ الوالد، وياهم كان الشيخ عبدالله المدني بس ما كان بس عمامة عقال، والشيخ سليمان المدني خارج الكتلة النيابية بس هو كأنما عضو في الكتلة النيابية هذيك الأيام. الوحيد من العمايل اللي يتصل باليساريين، وهذه كلام يسمونهم شيوعيين، الوحيد اللي يتصل فيهم ويقعد وياهم ويتفاهم وياهم. والمجلس مالنا كان هو المجلس اللي يجتمعون فيه. وأتذكر يعني هذه التواصلية مصحوبة دائما بالنكتة، فدائما النكتة ودائما القصص النجفية ودائما الأمور الأخرى. فلما قعدنا أنه كان في استياء مرة، كان في سوء تفاهم، فإن هذا ما يسلم علي وفلان ما يسلم وشلون. فهو قام شرب قلاص، كان أحد القاعدين اللي هم يعني من اليساريين أو شيء، كان شارب نص قلاصه وقام شرب من قلاصه. قال سؤر المؤمن شفاء، أنا مو ما أسلم عليك، أنا أشرب من سؤرك. فانتهت الموضوع، الشكوى إلى مزحة، والمزحة إلى حوار، والنقطة إلى انتقل إلى شنو إحنا عندنا من أفكار نتفق عليها. هاي الحالة التواصلية هي ميزة إلى خدمته إلى الناس، إقدامه، يتقدم دائما. وأيضا عنده هاي إيمانه بصلة الرحم سواء كان بالعائلة، وهي أنا ما أخذتها. يعني دائما يقول لازم تزورون صلة الرحم، تروح تشوف إخوانك خواتك نسباته، يعني من العائلة وناس يعني يمكن متعودين عليه أن يضرب الباب ويدخل عليهم ويسلم عليهم ويقول لهم صبحكم الله بالخير شلونكم. هاي عند النوع الواجب، هاي الحالة التواصلية، إيمانه بخدمة الآخرين، إيمانه بضرورة الإقدام متى ما كان هناك إقدام، هي ميزات ربما تشرح سبب أن الناس ليش احترموه ليش حبوه. وأيضا في حالة الحاجة هم الناس اللي دافعوا عنه بالفعل. يعني هو صح أنه دافع عن الناس، ولكن أيضا الناس هم اللي دافعوا عنه،
هم اللي رفعوا اسمه، هو صح رفعهم ولكن هم أيضا. فهي القضية تبادلية، وأنا أعتقد يعني بعد هالعشر سنوات ربما هو العمر اللي عاشه ترى قليل، يعني أنه في طول سنوات العشرينات من حياته هو في النجف، الثلاثينات هذه عندك انت، السبعينات، ثم دخلنا مباشرة من صار عمرك في الأربعينات أنت دخلت في فترة الثمانينات، هي فترة إيذاء بالنسبة للكثير من الناس مثل الوالد، وبعدين في التسعينات هي بلاء أزيد، وبعد ذلك كان سجن، مجموع السجن يعني أنت عندك مجموع السجن 4 سنوات تحت الحصار، 2.5 أو 2 سنين نقول على الأقل، مجموع إذا أنت تحسب هي 4 سنوات زائد 6 سنوات، السنتين هي 6 سنوات زائد 4.5 سنوات وأنت مريض بالجلطات، هي كم؟ هي 10 سنوات. فأنت لو تلاحظها هي 10 سنوات مرض وسجن وحصار، 10 سنوات من الدراسة، وعشر سنوات من النشاط البرلماني، وعشر سنوات من النشاط الجماهيري والانتفاضة وغيرها. فحقيقة أنا أفخر أني أنا ولده، ولكن أعتقد أنه كان دائما يقول كل الناس أولادي، حتى لما أنه قالوا له نفرج عن أولادك عن جميل عبد الجليل في أثناء الحوار معه، كان يقول كل أولاد الناس أولادي، ما يصير تقولون تفرجون عن ولدي وزوج بنتي وغيرهم، تفرجوا عن كل أولاد الناس. هذا هي الروحية مالته اللي خلت الناس إلى حد الآن تستذكره بهذا الحماس. وأأمل إن شاء الله أن على الأقل آخذ له جزء منه، ومثل ما غيري يعتبرون أنه هو قدوة في مجالات، أن أخذ في هذا المجال، أن أكون خدوما للناس. أنا أتمنى أن أكون في خدمة الآخرين، أعتبر أن هذا نوع من البر للوالدين، لأنه دائما كان يعتبر أفضل شيء في حياته. لذلك إذا واحد يسأل لازم يقوم، إذا واحد يضرب الباب لازم يرد على الباب، واحد يتصل في التلفون لازم يرد على التلفون، يدخل واحد المجلس صغير كبير لازم يوقف إليه، لازم يرحب فيه، يعتبر خدمة الناس هي أكثر شيء تسعد، يعني يشعر بسعادة عجيبة عندما يسوي خدمة لواحد، يشعر بسعادة عجيبة يمرر معاملة شخص، سعادة غريبة يعني تشعر عيونك كذي والأشياء، إن في واحد في المقشع والله في عائلة ما أدري وين في أبو صيبع والله في أي شيء، إنه قصدها وخلص معاملتها أو سوى لها شغلة أو أصلح ما بين زوج وزوجته، هاي بالنسبة إلى هي السعادة. تعريف السعادة بالنسبة إلى أن فعل شيء وخدم الآخرين. وأعتقد إن هذه الناس اللي يعني الله يعطيهم هالشغلة يعيشون سعداء حتى لو مهما كان الألم. أنا أحسنت سعادة الدكتور، فقط يمكن كما أشرت بأن اختيار الشيخ الجمري لإلقاء كلمة الطلبة البحارنة دليل على قوة حضور الشيخ آنذاك والأمور المتجذرة في شخصيته من تضحية وبذل وعطاء، هذا دليل على أن الشيخ كان من أول أيامه وأيام دراسته كانت هذه الشعلة فيه دائما. طبعا على مستوى التواصل هناك كلمة حضرتني الآن، دائما كان يقول الانغلاق عزلة وخسارة والانفتاح واقعية وصراحة، ودائما يقول لا تستطيع أنت مهما بلغت من إمكانية في مشاريعك إذا لم تتواصل مع الناس، إذا لم تسمع عموم الناس لن تستطيع أن توصل هذا المشروع إلى بر النجاح. طبعا شكرا لك دكتور منصور. هناك أيضا لفتت انتباهي لفتة منك جميلة، وهي بأنه دائما يقول بأن كل شعب البحرين أبنائي، فالمتتبع لكل خطابات الشيخ، كل خطابات الشيخ، وأنا قرأت أكثر خطاباته ترى بأنه دائما يذكر أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء والآباء، هذا دليل واضح على أنه يخاطب في قرارة نفسه وبوضوح، ليس ضمنيا بأنه يخاطب أبنائه وبناته. شكرا لك دكتور منصور، سنعود إليك ولكن سننتقل إلى الشيخ بشار العالي. طبعا تحدث دكتور منصور عن جوانب مهمة في شخصية سماحة الوالد الشيخ عبد الأمير الجمري طاب ثراه، ولكن هناك جوانب قد لا تقل أهمية وشأنا من الجانب السياسي أو الحركة السياسية، وهو الجانب الأدبي. الشيخ الجمري معروف بأنه يولي الجانب الأدبي اهتمام بالغ وعناية خاصة. طبعا هذه الصورة لسماحة الشيخ وهو على فراش المرض وهو يقرأ في ديوانه عصارة قلب زين، كان يقرأ فيه وهو من المعروف بأنه يهتم جدا وكثيرا ويشجع
الكتاب أيضا على موضوع الارتباط بالشعر وإعطائه أهمية بالغة. إذن إذا تحدثنا سماحة الشيخ عن ارتباط الوالد الجمري بالأدب بشكل عام وبالشعر بشكل خاص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. جانب مهم جدا في شخصية سماحة الأب الكبير الشيخ عبد الأمير الجمري رحمة الله عليه، وهو الأدب والفن. هو يوليه اهتمام كبير جدا في خطاباته، في حياته، في معاملاته، حتى في كلامه. لو كان حاضر مثلا في مجلس ما يقبل أن يستمع واحد يتكلم باللغة العربية أو يلحن أو يرد عليه دائما. لعل من أهم الأمور اللي أبرزت هذه الجنبة في حياته البيئة، العائلة اللي هو تربى فيها، ارتباطه بالأدب والمرحوم ملا عطية الجمري رحمة الله عليه. جانب آخر، الحوزة. الحوزة غذت بشكل كبير شخصية سماحة الشيخ، وبالذات اهتمام الكبير جدا بكتب اللغة. يعني أعوذ بالله من كلمة، أنا كنت تلميذ عنده، ولعلها ممكن آخر دورة بعد هو درسها، في كتاب قطر الندى في النحو، كتاب معروف في الحوزات العلمية يدرس. أثناء حضور الدرس يعني تلاحظ كل بيت أو شاهد موجود في اللغة له قصة مع الشيخ، له قصة مع هذا البيت، مع هذا الشاهد، وتلاحظه يبحر لما يوصل، يعني كأنما ينتظر أن يصل هذا الشاهد أو هذه الآية أو هذا المحطة، يبحر معها مع أساتذة اللي درسوا بالنجف. يعني ذاكرة كاملة حاضرة أثناء الدرس، مو فقط أنت يعني اللي يدرس عند الشيخ، ولعل كثير من التلاميذ لاحظوا هذا الشيء. أنت لا تدرس الكتاب، تدرس شخصية، تدرس تاريخ، تدرس شيء حافل بالتعامل مع الناس، مع المجتمع. فيذكر هو كثير أساتذته في النجف، وبالذات الأستاذ الشيخ حبيب الطرفي لعله، هو أستاذ، وأستاذ أيضا الشيخ أحمد مال الله رحمة الله عليهما، هم يذكرون دائما حسب ارتباطي به الشخصيتين. وكان هذا من أدباء النجف الكبار ومن الشعراء اللي له اهتمام كبير، وهذا لعل أحد اللي زرعوا في نفسية الشيخ وكذلك كل التلاميذ اللي تلمذوا عندهم، زرع فيهم حب اللغة وحب الأدب والذوق. يعني كثير من الناس شعراء ومهتمين لكن ما عندهم ذوق، الذائقة الأدبية جدا راقية عن سماحة الشيخ. ولعل سبب رقي هذه الذائقة هو الدراسة، يعني هو أخذ الأمور من أساسياته في النجف الأشرف، ولذلك كلها ظهرت في نتاجه، في خطاباته مثلا، في متابعاته، في قصائده، في كتاباته، في جلساته. حتى لما يجلس مع أحد زين عنده دقة بالكلام، يعني لما مثلا واحد يتكلم لا يقول له لا تقول هذه الكلمة، لا تستخدم هذا المصطلح مثلا، استخدم هذا المصطلح أفضل. الشعر مثلا كان حتى أثناء إلقاء، يعني لما واحد يلقي قصيدة تلاقي الشيخ يعيش بكل جوارح مع هذه القصيدة وينتقد، حضر النقد. بس طبعا هو في هذا الشيء إنه ما يحب يحرج أحد، يعني حتى القصيدة ما تعجبه ما يحب يحرج أحد نهائيا. كم مرة كنت يا السيد بعد حاضرين احتفال في إحدى القرى، وقام أحدهم لقى قصيدة أحد الشعراء، ما كان القصيدة ذات يعني مجرد تجميع كلمات زين، هو في هو ذاك يلقي بس الشيخ ده قاعد تحت
متحمس يبى يرد بس مو قادر، انه طبيعته ما يحب يعني يحرج احد، وذاك مواصل الزحف. هي اخطاء في النحو، هي امور غريبه جايب افكار زين. فلما نزل على المنصه قال لي اقول لك على برجلي، اقول لك خير، والهاي ذبح سيبه في محرابه وما احب يعني هاي ما يحب يسمع مثلا ان واحد يخطأ في النحو، فما بالك اذا كان شاعر مثلا. فهذا الفن اللي عنده تلاحظ ان هناك جذور قاعدة تغذيه، من هذه الجذور البيئة، من هذه الجذور القرية، الوطن. يعني تلاحظ مفردات حضور الوطن في أدب الشيخ وفي أشعار الشيخ كثيرة، انتماء الديني، انتماء المذهب حاضر دائما وبقوة، قوة عقيدة. ملاحظة لكل من يستمع إلى قصائده أو عقيدة حاضرة، وطن حاضر في هذه في هذا الفن، بالإضافة إلى هموم الناس كما تفضل الدكتور. فعلا هناك حضور كبير إلى الناس ومشاكلهم وما ومحنهم في الشيخ. لذلك حتى العنوان اللي اختاره سماحة إلى ديوانه هو عصارة قلب، كأنما هذا القلب المعتصر من الهموم والأحزان. طبعا هو دائما مهموم رحمة الله عليه، حتى لو ابتسم يرجع إلى الهم. لاحظ أحيانا يعني على ما أذكر في أثناء الدرس مثلا لازم يمر على شيء يذكر فيه هموم الناس، أو يذكر فيه مثلا بعض القضايا اللي تصير بالمجتمع. فكان فعلا يعني لو قدر لنا أن نسجل هذا الدرس، لكن هو حاضر في ذاكرتنا يعني بشواهده، بهموم الآخرين دائما كانت حاضرة عنده. لذلك حتى العنوان والقصائد اللي شفناهم كل القصائد اختلاط بالناس، هموم فلان مثلا كذا، فلان خسرنا، فلان افتقدنا، فلان من الناس مثلا كان له دور. هذه قصائده بين انه فعلا نعيش هذا الهم بشكل واضح. امور كثيره غذت، وبالذات النجف. يعني النجف سكبت لون غريب وعجيب على شعر الشيخ رحمه الله عليه، ولعل من اوضح الملامح القوه. يعني هو كان من الشعراء والأدباء الأقوياء جدا في ذلك الوقت، وكان يعني حتى لما واحد مثلا ألف كتاب أو واحد يفتتح مأتم مثلا زين، كانوا دائما يدعون الشيخ ليشاركهم، لأنه راح يشاركهم ببعض الأبيات، راح يسجل يؤرخ، وهو التاريخ في الشعر جانب مهم. هذا يعني يستحضر تاريخ افتتاح المأتم بالشعر بطريقة فنية معينة موجودة عند الشعراء. لكن من الأمور الملفتة في حياة الشيخ وفي الأدب اللي يتناول الشيخ هو القوة والجزالة في نفس الوقت، وقوة البديهة. دائما الشعر حاضر عنده، دائما في حياته اليومية، في دائما يستذكر قصائد، يستذكر شواهد من الشعراء. هذا يبين فعلا أن مخزون أو قاموس اللي هو يحتفظ به في الجانب الأدبي قاموس كبير واسع جدا من المفردات والمصطلحات والمواقف والتاريخ. لذلك كل هاي الأمور ظهرت في الفن. لما نستمع مثلا إلى رادود، أو نستمع إلى خطيب، أو نستمع إلى مؤلف كتاب، نبحث عن شخصية المؤلف والرادود والفن اللي هو قاعد يقدمه في هذا الجوانب اللي هو يقدمه. ولذلك لما فعلا نقرأ الكتاب أو نقرأ ديوان سماحة الشيخ نلاحظ كل هذه الأمور، كل التاريخ حاضر، كل جوانبه، همومه، قضايا، كلها حاضرة في هذه الأشعار وهذه الأدبيات. لذلك هي تمثل شيء خصب جدا لمن أراد أن يبحث ويدرس الحالة النفسية لهذه الشخصية والحالة الأدبية، لأنها كان واضحة جدا
في شخصيته. طبعا شكرا سماحة الشيخ بشار العالي. طبعا كما تفضل بأن معروف عند تلامذة الشيخ أن الحضور الأدبي لسماحة الشيخ ليس على مستوى الشعر فقط، حتى على مستوى الدروس التي غير مرتبطة بالأدب كان للأدب حضور على مستوى الخطب والدروس الأخرى، بل حتى على مستوى خطب الجمعة ترى هناك دائما يستشهد بشواهد أدبية، والحضور الأدبي قوي جدا على كل مستويات. وقد يفسر ذلك طبعا التأثير والإحساس العميق الذي يبثه سماحة الشيخ عبر خطاباته وعبر كلماته، ويكون مؤثر دائما على قلوب الناس. وكما أشرت على مستوى الحضور الأدبي، وللإشارة أيضا مرة أخرى بأنه كان من المقرر والمفترض أن يكون معنا سماحة الشيخ جاسم الخياط، ولكن لنظرا لظروفه الصحية اعتذر، وكان من المقرر أن يتحدث عن جانب من الجوانب التي تخص شخصية سماحة الشيخ الوالد رحمة الله عليه. ولأن الشيخ الراحل لديه في شخصيته من الجوانب الكثيرة، وكثير من الناس قد لا تعلمها هذه الجوانب، خصوصا الذين لم يعايشوا فترة التسعينات من سنة 1991 إلى 2006، وهو اليوم الذي ارتحل إلى جنان الخلود. الجانب الاجتماعي أو نسميها الحركة الاجتماعية لسماحة الشيخ أيضا كانت قوية جدا، رغم انشغالاته وتعبه والهم السياسي الكبير الذي كان يحمله، لكن لم يتردد أي يوم في تلبية أي دعوة، ليس على مستوى المستوى الخاص أو العام، على مستوى مناسبة معينة دينية أو غير دينية، أو على مستوى الدعوات الخاصة كدعوة أحدهم ولد له ابن أو ولدت له ابنة هكذا. وأيضا حتى على مستوى قضايا الأفراد الخاصة كان له حضور، وعلى مستوى قضايا المؤسسات. أنا كثير سمعت، عشت فترة التسعينات من سنة 91 إلى سنة تقريبا الانفراج السياسي في 2001، كنت حاضر في كثير من الأحداث. كان الشيخ دائما حريص على الحضور في المؤسسات التي تعاني من مشكلات معينة، لا يترك هذه المؤسسات إلا إذا حلت هذه المشكلة. وكما تفضل سعادة الدكتور منصور الجمري، كان يأنس جدا إذا أحس بأن هذه المشكلة قد انتهت. قلنا بأن رغم انشغالاته لم يأخذ هذا الانشغال عن الاهتمام بقضايا المجتمع بشكل عام وحتى قضايا الأفراد. نعود إليك دكتور سعد الدكتور منصور الجمري. إذا طفت سريعا على الملاحق التي نشرت عند وفاة سماحة الوالد الشيخ عبد الأمير الجمري والتعازي على وجه الخصوص، سترى بأن هناك كما هائلا من العبارات تقول بأن الجمري قائد استطاع توحيد الناس، الوطن فقد رمزا للوحدة الإسلامية، الجمري ساهم في تكوين ثقافة وطنية ووحدة وطنية، والكثير من هذه العبارات الكثيرة. وهذه طبعا الصورة أخذت في عند زيارته لجمعية الإصلاح. كان هناك مشروع قاده سماحة الشيخ رحمة الله عليه، وأيضا الشيخ عيسى بن محمد وهو كان رئيس جمعية الإصلاح آنذاك، كانوا لديهم مشروع لتوحيد فئات المجتمع والكتل الوطنية وجميع الإخوة والأحبة في هذا الوطن بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية والسياسية. كان هناك هذا المشروع لإزالة المساحات والاحتقان الذي ساد في الفترة من سنة 1993-94 إلى حين الانفراجة السياسية والتصويت على ميثاق العمل الوطني. دكتور منصور، إذا تحدثنا بشكل أوسع عن سر اهتمام الشيخ بموضوع أو مفهوم الوحدة الوطنية، وكيف قدم الكثير من وقته وجهده وتضحياته في سبيل أن يعزز هذا المفهوم وهذا الأمر في المجتمع البحريني. شكرا. أنا بس استذكرت الشيخ بشار قال عن شغلة عن الوالد، اللغة العربية عنده مهمة. مرة عطل المجلس الوطني تكلم وزير التربية، فوزير التربية يتكلم قام سوى نقطة نظام، يعني في شيء خلل في الجلسة لازم توقف، فوقفوا الجلسة. قال ما أدري شنو قال الجملة، قال هذه المفروض يكسرها ما يفتحها ما أعرف شنو. هناك بعد قال اوكي، يعني ما في اعتراض على الوش يقول الوزير، بس اعتراض على طريقه. قال
كان حسن الجشي مدير الجلسة رئيس الجلسة فزمع خلي يطوف. قال لا وزير تربية ما قالها عدل، رجعوا يقولها عدل. قال وزير التربية قال لا أنا اللي قلت الصح. قال لا ما قلت صح. فتحولت تحول جلسة المجلس الوطني إلى درس في النحو. فقالوا احنا نقطع الخلاف يعني. فجابوا الخبير الدستوري ها واحد مصري ايه خبير الدستوري واحد مصري نسيت اسمه كان كل يجيبونه راويك ان انا ما اتذكر الاسامي واجد يعني ضياء ما ايش اسمه ضياء ما اعرف نسيت اسمه. فقالوا الخبير الدستوري وش رايك؟ الخبير الدستوري الحين مستحي يعني قال هو اللي قال الشيخ صح يعني لغويا من ناحيه الصح لأن الوزير ما رضى يسحب قال له أنا الصح والوالد يقول له أنت خطأ ما يصير طوف ما تكمل تعدل الجملة وتكسرها ما أدري شنو قال له ذاك ما بعدلها أنا اللي قلته صح. فخلوا تخربطت الجلسة مع المجلس الوطني ذاك اليوم. بعدين دخل الخبير الدستوري قال له اللي قاله العضو الزميل عبد الأمير الجمري هو الصحيح. وبعدين الجشي علق الجلسة شوي لما بعدين تكتمل مرة ثانية. فهو الوالد عنده بعض البروتوكولات والشاي واللون الشاي وحجم اللي ينصب هذا الاتيكيت النجفي يجب الالتزام فيه. وإذا ما تلتزم بالاتيكيت النجفي في صب الشاي أنت في عندك مشكلة وياه يعني أساسا. الجانب الوالد كان عنده يعني هذا الحس، لكن هذا الحس دائما يدمج في كثير من الأحيان بالجانب الفكاهي، جانب النكتة، جانب ينهي الشغلة بكثير عنده نكات عملية يسمونها الإنجليز practical jokes. فواجد عنده practical jokes يعني الأشياء اللي هي النكات العملية قد تكون في مجال آخر الواحد ممكن يذكر بعضها. بس على السؤال المحدد هني الوالد بالفعل كان توجهه ينظر إلى البحرين ككيان واحد ويجب على هذا الكيان أن يتفاهم مع بعض البعض ويجب للجميع أن يتحدث من الجميع. هذا من زمان كان من أيام المجلس الوطني. بعد حل المجلس الوطني وبعد ما حصلت الأحداث حتى في أثناء الأحداث يعني أتذكر في نهاية السبعينات يعني قبل لا نجي لهاي في نهاية السبعينات ما أتذكر متى بس في كان في حريقة كبيرة في مخازن أحد أصحاب رجال الأعمال في البحرين وهو يعني حين الحادثة لا زالت. فالناس تقول بأن اللي حرقتها الحكومة على أساس أن هذا شيعي وحرقوه. كان يعني هذه تعرف الناس تتكلم وصح خطأ شد كلام يصير دائما. فهو كان حاضر في مجلس أنا هذا المجلس بعد كنت يعني موجود مجلس الملا عطية وكان واحد يتكلم وأن حرقوها وراحوا حطوا العود الكبريت وأن في شهود تعرف الناس تجيب من عندها كلام والوالد قاعد يعني ما تكلم أصلا. خلصت الجلسة بسرعة عقب يومين ثلاثة جاي واحد مرسل من قبل يعني رئيس الوزراء أنه شلون أنت تقول هذا الكلام. فقال مو أنا اللي قلت أنا صح قال هذا الكلام بس مو أنا. فالمهم فراح هناك فلما تقابلوا هو القصة اللي يرده هو جاب شعر ورئيس الوزراء جاب شعر بما معناه لا تسمعه ممكن تسمعه صدق وأنك لو تقصت وهذا هو بعد رد عليه بمثل أو بشعر. ومرة ثانية بعد أسبوع اتصل فيه ورد عليه بشعر يعني أو بأسلوب الأمثال الوالد كان كرسة ما ذكر صحيحة يعني أنه بالفعل لما راح سأل طلع إحنا والوالد مو اللي قال الشغلة وما له علاقة بالموضوع ولكن في ناس يبغون يصيدون يتصيدون من يعني في العلاقات. بس هو طبيعته انه هو عنده هاي الأريحية انه قد يجيب بمثل قد يجيب بشعر قد يجيب بشغلة وما يريد يقول مثلا الشخص اللي قال لك كذاب يعني الشخص اللي نقل لك كذاب يقول لك في اشتباه بالشعر في الشغلات انه الوان. وهم ايضا لما يروح يفحص الامر قلت ترى يعني في الفعل فهي العلاقة التواصلية القدرة على التواصل هي مهمة جدا لتسهيل كثير من الأمور. من ضمن هاي الشغلة أنه لما طلع في لما صار الانفراج كان واضح أن البلد قاعد ينشق نصين على أساس طائفي اجتماعيا يعني الناس
قاعد يتكلمون كلام كل واحد كأنما واحد من هال من هالكوكب واحد من كوكب آخر. هاي كانت بالنسبة لي جدا واضحة، ولذلك كان عنده همه أن يروح إلى الشيخ عيسى بن محمد الله يرحمه رئيس جمعية الإصلاح ويقعد وياه، وكانت مفاجأة أنه لما راحه والناس للمحرق، بعدين الشيخ عيسى جاء إلى مسجد الكفود، بعدين الشيخ عيسى راح إلى يوم عاشوراء ومشوا في مسيرة العلماء، راحوا يعني جابوا علماء سنة ومشوا في هذه السنة، يعني سنة كانت كأنك تعيش في حلم. طبعا كان في اختبار أيضا أن تكون إذا بيطلع بيان خلي يطلع بيان مشترك عن الأمور. هنا عندك مشكلة أيضا أن علماء الشيعة علماء الدين الشيعة يركزون على الشأن المحلي، يعني قضاياهم قضية باطلين عطالة ومعتقلين سياسيين ومهجرين وبرلمان ودستور، بينما بالنسبة لعلماء الدين السنة هم عندهم قضايا أخرى، يعني قضايا عودة فلسطين ويعني مو هذا المعنى، بس أنا ما ركز على هالموضوع. فكان لما حدثت 11 سبتمبر، إن بعد 11 سبتمبر صارت أزمة كبيرة وأن في المسلمين هم اللي مسووها، وأن فطلع بيان مشترك، يعني قالوا أنتم قلتوا طلعوا بيان مشترك، جولة الوالدة طلع بيان مشترك، وفي بيان واحد طلع مشترك بين علماء الدين الشيعة وعلماء الدين السنة وراء هذيك الخطوة. الخطاب اللي انطرح في هذا البيان لا يرقى إلى الخطاب، يعني لو أن كل فئة بروحها بتطلع بأسلوب مختلف، بس بالفعل ترى كان فيه يعني هذا لازم الشيعة يضحون شوية ويتنازلون إلى الخطاب هذا. تعرف أنت عندك خطاب كأنما يعني تتكلم خطاب مختلف تماما في حب، وأنت تتكلم خطاب مختلف، بس بالفعل طلع بيان، طلع بيان واحد مشترك وقعوا عليه علماء الدين الشيعة وعلماء الدين السنة. أعتقد لو أن الوالد يعني أعطته صحته لكان راح يصر على هذا الموضوع أكثر، لكن هو هذا موضوع مؤقت، يعني مو بالضرورة ينجح، حتى لو أصر عليه قد ما ينجح. أنا أتذكر أنا كنت قاعد وياه في واحد من هالاجتماعات في المحرق، كان في ناس يردون يعني على رد في الجمل، يعني مثلا رد على مو رد على الموقف، مثل ما الوالد يرد على الوزير في قضية لغوية إن في هذا الشيء هذا الكلام ينسب لله فقط، يعني ما يصير تقول قال، يعني في شغلات قام واحد اعترض، يعني في شغلات تعرف المزاج. أنت تتكلم عن الحين ثقافة دينية اختلفت عند الشيعة وثقافة دينية عند السنة، فيبغى لك معالجة يعني حتى المفردات. يعني الشيعة ممكن تقول لواحد مولانا، تقول له شيخنا مولانا، يمكن هذا يقول لك مولانا ما يجوز حرام، ما تقول مولانا مثلا، يعني انت ما مولانا عادي بالنسبه اقول لك مولانا، مثل ما عبد الحسين وعبد علي وعبد الامير، يعني تعرف ان في الخطاب صار كلش منفرج. لكن اعتقد مع ذلك كان سيصر على هذا. الوالد كان في اثناء الثمانينات اول ما صارت الازمه ما كانت الخطوط لا زالت موجوده مع الحكومه، وكان يلام الوالد من ناس كثيرين بأنك أنت لازلت تتكلم مع الحكومة، لازلت. يعني أحد العيوب اللي كانت على الوالد في الثمانينات التي يعني تعاب عليه من قبل آخرين تتكلم إلى الحكومة، هو كان يتكلم، كان يروح باستمرار، كان عنده عادي أن بالعكس واجب علي، أنا عايش في هالديرة، عندي مشكلة أروح، وأروح بالتحية وأروح بالاحترام وأروح، وهم يحترمونه وهم يقدرونه أيضا، ويقول لهم شنو المشكلة. ناس آخرين يقول لا، المفروض أصلاً يعني في الثمانينات بعد ما صار الثمانينات اختلفت السالفة، المفروض ما تتكلم، يعني كان في طرح الثقافة الوسط الشيعي المفروض ما تتكلم ويا الحكومة خصوصاً عالم دين، إلا إذا كنت يعني يعطونك نوع من التصنيف اللي هو بعد يطلعونك إنك من يعني من الاتجاه اللي يحظى باحترام، يعطونك تصنيف آخر. مع ذلك هو كان يعيش في هالمساحة أنه هو يجب ويرى من واجب عليه أن لا تنقطع العلاقة، لا علاقة تنقطع لا مع وزير ولا مع شخص تختلف معاه. وبالتالي عندما كان في السبعينات يصر على التعامل مع اليساريين، والناس كانوا يسمونهم شيوعيين، كانوا يسمون الكل بعثي، ما أعرف شو اللي يسمون، ياما بعثي ياما شيوعي، مع ذلك كان يتكلم إليهم. أول ما طلع وصار في فتح أصر على أن يتكلم ويواصل الكلام مع السنة، لأن السنة طلعوا كقوة سياسية، يعني كانوا في الأول
ما كانوا قوة سياسية، كانوا قوة مجتمعية داخل الدولة. بس الحين في تتكلم في هالفترة هذو ما أصبحوا يعني حتى كتل ما عندهم كتل برلمانية في ذيك الفترة، الآن عندهم كتل برلمانية، فكان يجب أن يروح يتكلم إليهم ويشوف أنه من واجبه. وهذا كان ربما من النوازع الداخلية التي تدفعه بأن يتواصل دائما مع الآخرين. أحسنت دكتور منصور، وكما قلنا في البداية بأن المبادئ التي ينطلق منها دائما الشيخ بأنه يقول الاختلاف حالة طبيعية، الانفتاح واقعية، والانغلاق عزلة وخسارة وضعف وطائفية أيضا. سننتقل سريعا لأن الوقت بدأ يداهمنا إلى سماحة الشيخ بشار العالي. بشار العالي، يقولون بأن الكتابة هي توأم الخطابة ورديفها، فكيف إذا اتشحت بوشاح أدبي أنيق كالوشاح الذي يرتديه أو ترتديه خطب وكلمات الشيخ الجمري باختلافها؟ وبالتأكيد على أنها كانت طبعا كتابات واعية متزنة تنطلق دائما من الواقع، ليست خطابات أزمات كما يعبرون. طبعا هذه الصورة مألوفة وتاريخية، قال فيها في هذه اللحظة عبارة لا زالت محفورة في قلوب وخواطر وعقول جميع البحرينيين، وبكل ما تحمله من ألم وشوق ومعاناة وحب، حين قال طبعا مخاطبا عموم الشعب: يشهد الله أني قد اشتقت إليكم اشتياق يعقوب إلى يوسف. سماحة الشيخ، حدثنا عن الأسلوب الخطابي وسمات الخطابة عند سماحة الشيخ الراحل. هناك جانب يعني رغم الشخصية القوية اللي يتمتع بها سماحة الشيخ وقوة يعني الكاريزما اللي موجودة عنده، إلا أنه يخفي شيء ثاني في طياد نفسه، أنه عاطفي وحساس. الشيخ دمعته حاضرة سريع الدمع، يعني أحيانا يتأثر موقف إلى طفل مثلا، أو بعض اللي يتواصلون إياه أحيانا نشوفهم حتى بالمكتب أحيانا يبكي الشيخ لبعض المواقف اللي يشوفها لأطفال مثلا أو إلى يتيم أو إلى، فعنده إحساس يعني جدا صعب، مرهف، صعب أن يوصفه أو ينقله. طبعا الشيخ يتمتع بقوة خطاب، ولعل يمكن أثناء بحثي عن الكلمة التي ألقيت في انتصار الثورة الإسلامية والوفد العلمائي الذي ذهب لتقديم التهاني إلى الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، وتصور الشيخ وياهم، كان موجود الشيخ وياهم برئاسة الشيخ أحمد بن خلف والشيخ عباس الرئيس، حيث ألقى الشيخ عباس الرئيس قصيدة. طبعا حاول توثق هذه الرحلة والكوكبة اللي راحت، كان مجموعة من التجار، مجموعة من العلماء ذهبوا لتقديم التهاني إلى الإمام الخميني رحمة الله عليه. بعد البحث حاولت أحصل على نص الكلمة، للأسف ما قدرت، لكن بعد مدة الحمد لله قدرنا حصل على نص الكلمة اللي ألقيت وألقاها نيابة عن العلماء باعتبار مكانته ووجاهته بين العلماء، هو المرحوم العلامة الشيخ أحمد بن خلف العصفور رحمة الله عليه. لكن اللي كتب الكلمة نفسها هو الشيخ الجمري رحمه الله. طبعا الكلمة وقعت موقع كبير عند الإمام الخميني، هذا هم ما نقلوا، الشيخ أحمد كان الكلمة اللي ألقاها الإمام الخميني ردا على كلمة الشيخ أحمد كانت بالفارسية لأن وسائل الإعلام كانت موجودة، وللأسف يعني ما احتفظوا بها لا بأرشيف ولا بشيء، مجرد صورة واحدة أو صورتين إلى هذه الحادثة، والورقة اللي فيها قصيدة الشيخ عباس الرئيس، والورقة اللي فيها الكلمة التي ألقيت وهي من كتابة الشيخ نفسه الشيخ الجمري رحمة الله عليه. الشيخ عباس كتب في مذكراته، طبعا المذكرات للأسف أيضا فقدت، بس اللي شاف المذكرة مذكرات الشيخ عباس الرئيس يقول أن الإمام الخميني أثنى كثير، يعني حتى إلى مدة نصف ساعة كل الوفود تجي تلقي كلماتها وتمشي،
إلا الوفد البحراني استحوذ على مساحة كبيرة من خطاب الإمام الخميني رحمة الله عليه، وبين كثير من الأمور وعن تاريخ البحرين واهتمامه بهذه الأرض، وكيف أن هذه الأرض أنجبت علماء وأنجبت ولها تاريخ حافل. فكانت هناك كلمة يعني رد إلى هذا الجميل من الإمام الخميني رحمة الله عليه. الخطاب اللي يتمتع بالشيخ معروف عند العلماء طبعا، مثل ما قلت خطاب راقي، يعني حتى لما يصير شأن عند العلماء كفاتحة مرجع مثلا، أول من لا دخل في إدارة الفاتحة هو الشيخ دائما. أكثر الفواتح المراجع مثل فاتحة السيد الخوئي أو الإمام الخميني، الأحداث الكبيرة لما كنت أوثق قضية السفارة، أحداث السفارة في التسعينات سنة 91، البيانات اللي كتبت ووجهت إلى المراجع، إلى السيد الخوئي وإلى السيد السبزواري، كلها أكثرها كانت بصياغة الشيخ الجمري رحمة الله عليه. بالإضافة إلى ذلك لما يريدون يصيغون بيان العلماء كان هو يتقدم لصياغة هذا البيان، لأنهم كانوا فعلا على ثقة تامة. لما أكثر الشعراء تقريبا يعني يريد يصدر ديوانه يكون في هذا الديوان تقريض لسماحة الشيخ رحمة الله عليه، احتفظ بهذا النمط إلى آخر حياته. إلا أن هناك شيء يعني ما أدري بالضبط تفسيره، أنه ما كان يقرأ على الورقة ولا يحب أن يقرأ على الورقة، وفي نفس الوقت ما كان يرتجل. يعني لما واحد يقول مثلا ضر وجاي يلقي، لأنه هو كخطيب أساسا عنده هذا النمط. وطلعت على ما شاء الله جملة من الدفاتر، يعني ما نقدر نقول مش أي خطيب هو كأي خطيب، لا، من الخطباء الذين فعلا يحضرون لكل كلمة يتبعها مصدرها في اللغة وما أدري إيش. فالدفاتر اللي هو يحضر فيها موجودة إلى الآن محتفظين بها أسرة الشيخ، وذكر الدفاتر الزرقاء الصغار. زين قلنا لا جيبهم خلنا نطيبهم مرض. مجموعة هائلة من الدفاتر كنت أبغى أعرف يعني هذه ما شنو الدفاتر. طلعت إن هي الخطب اللي يلقيها على المنبر، القرايات، الكلمات اللي يلقيها القصار إذا بروح أصلي في الدير أو في عراد أو في المصلى أو في أبو صيبع، يلقي كلمة، هاي الكلمة يحضر لها. عادة يرتجلون يعني، لكن هو لا، أحضر، وهذه مأخوذة من كلمة التقوى، كاتب صفحة كذا من منهاج الصالحين، هذه مأخوذة من اللغة من كتاب المنجد المعجم، في الهوامش يذكر المصدر ويذكر. فيبين يعني الخطاب وصل إلى درجة يعني فعلا قوية. ذلك فعلا كانت خطاباته حتى على المنبر كخطيب منبر حسيني، أذكر ربما يمكن آخر سنة أو آخر شيء فترة قراها كان في مطعم حج عباس، كان يستهوي قلوب الشباب بشكل كبير، وحضور منقطع النظير للشباب لحلاوة المواضيع اللي هو يطرحها ويبحثها، مشاكل اجتماعية أو عقائدية أو أي شيء آخر. الفترة الأخيرة من حياته فقط يعني باعتبار صار الإعلام حاضر بشكل كبير، تصوير كل خطاب، صور فيديو وكذا، فالشيخ قام يحترز الفترة الأخيرة، قام يقرأ على ورقة. إلا هو يعني من أول ما عرفناه أذكره من مسجد مؤمن، يعني لما يجي في يشارك في إلقاء المحاضرات أو على المنبر نهائيا ما يستخدم الورقة، إلا في أواخر الأيام كان في مسجد الإمام الصادق بالكفول قام يأخذ الورقة، ولا هو نهائيا يعني باعتبار بعد هناك اعتبارات. يعني قال لما سألته قال يا ولدي ما في وقت للارتجال، ولا ينبغي أن يكون شيء مرتجل، لابد أن ننظم روحنا حتى بهذه الطريقة. طبعا هناك جوانب كثيرة قد يطول المقام بذكرها، ولكن من أهم مميزات الخطاب هو قوة المضمون والوضوح، ما يلف ولا يدور في الخطاب، يبقى يقول شيء الشيخ
مايلف ولا يجيب أي كلمة عائمة أو ذات احتمالين أبداً، يعني عنده قوة في إيصال الفكرة وهناك بشكل قوي وأيضاً بشكل واضح، وعنده وضوح غريب وعجيب مع الجماهير. يعني لما أي واحد يقعد يستمع إلى خطابات اللي موجودة مثلاً مسجلة أو كذا أو حتى المنبرية، تلاحظ عنده وضوح بسرعة الواحد ينسجم، ما ياخذ وقت انه يقعد يفكر يتأمل وش معنى ذي الكلمة، لا، بشكل مباشر يدخل إلى قلوب وإلى أذهان المستمعين ومن يحضرون عنده في خطاباته. هذا ربما من أهم المميزات. طبعا شكرا لسماحة الشيخ بشار العالمي، وكما قال الخطاب الراقي المفردات المنتقاة بحس ومسؤولية، أيضا الصياغة المتقنة وقوة الوضوح والمضمون والمعاني الصادقة والعاطفة القوية، كل تلك كانت من السمات على أقل تقدير الواضحة في خطاب سماحة الوالد رحمة الله عليه. فعلا يعني إحنا في زماننا نفتقد هذا النوع من الخطاب الراقي، واقعا على منابرنا قاعدين نفتقده، على يعني محاضراتنا صارت كل أمور قدم معلومة ومش، لا، والشيخ يعني يهتم بإيصال هذه الفكرة بخطاب راقي جدا، حتى المفردات كان يتمعن ويتذوق، هو يجيب المصطلح يتذوق حتى المصطلح لما يجيبه في خطاباته. طبعا أحسنت كل الحسن، الوقت داهمنا، لكن شيخ بشار لو نعطيك 3 دقائق فقط، ثم طبعا نعود للدكتور منصور، 3 دقائق فقط تقرأ لو أبيات قصيرة كتبها سماحة الشيخ من ديوانه عصارة قلب، ثم سننتقل بشكل سريع أيضا إلى الدكتور منصور الجمري ونختم. طبعا الديوان هو عصارة قلب، طبع الجزء الأول، وأقول للسيد باب النغزة لهم يعني 3 دقائق على أساس أن الوقت، الجزء الثاني أيضا جاهز للطباعة وإن شاء الله نتمنى أنه يطلع إلى النور بإذن الله. واقعا قلبت الصفحات بس راح أختار شيء لفت انتباهي في قصائد الشيخ. هذه القصيدة نظمت سنة 1986، قصيدة يعني هي 3 أبيات ولكن غريبة. يقول: أنا أقوى من كل ما دبروه، أنا أقوى من كل ما دبروه، أنا أمضى من صارم شحذوه، أنا من حقي الخلود وما أبنيه باق يزيل ما شيدوه، أنا موت المستكبرين وسيف في رقاب الطغاة هم عرفوه. غريبة الأبيات، بس سبحان الله أنا عنده نظرة غريبة الآن. عنده أيضا أبيات أحب أن أقراها عن الوطن. يقول: وطني ومعقل جيرتي ورفاقي ومعاهد الآداب والأخلاق، أهديك من أقصى الضمير تحية فواحة وبريدها أشواقي، إن سرت عنك فغير جسمي لم يسر إذ أن قلبي في ربوعك باقي، إني على ما قد عهدت من الوفا متمسك بالعهد والميثاق. بعد ما علي منك بعد ما تصير بيتين بس. عند أبيات عن البحرين يقول: أوال أوال بحق لو تملكت الصدر، فكم أنجبت شهما وكم ولدت حرة. حديث قالها 1959. طموح وإيمان يمازج تربها، لذلك طابت مغرسا وعلت قدرا، معرقة في العلم والمجد والعلا، فغير عجيب لو تجلببت الفخرا،
تحلق في جو الحياة نسورها، وفي الخلق العالي لها الأسهم الكبرى. ولم أكن قد بالغت أو قادني الهوى لأرفعها عن مستواها ولا شبرا، فعندي على ما أدعيه شواهد تبرر أقوالي وتمنحني العذرا. تراث وآثار وصدق مواقف لأبنائها كل أحاط بها خبرا. جزى الله خيرا صانع العز رائد الفضائل، من يا صاحي أعلو لها ذكرى. هذه واحدة من روائع قصائد الشيخ رحمة الله عليه. شكرا لسماحة الشيخ بشار العالي، وشكرا أيضا لسعادة الدكتور منصور الجمري. طبعا هذه ليست للحديث هذه الصورة، وإنما نسترجع بذاكرتك وذاكرتنا إلى يوم عودتك. طبعا لم يتبقى لنا، أدروني طبعا سأنهي هذا اللقاء الآن، لم يتبقى لنا في نهاية حديثنا عن العزة، عن الكرامة، عن الحرية، عن البذل والعطاء الذي تركه لنا الشيخ رحمة الله عليه، إلا أن نقدم كل الشكر لسعادة الدكتور منصور الجمري وسماحة الشيخ بشار العالي لحضوركم وتلبيتكم لهذه الدعوة، ودعوة الوفاء والعرفان لسماحة الشيخ الجمري. طبعا شرفتونا خير تشريف وأسعدتونا أيضاً.